السلام عليكم. الفيديو اليوم هو خاص بالمراقبة خالية، قمنا بإضافة أساسات جمعية لها. هذه الخالية هي على كل حال خالية السنة الماضية ولكن كانت ضعيفة جدا. الآن نريد مراقبة هذه الخلايا وهذه الخالية، هل تطورت أم لم تتطور، هل قامت ببناء شمع الأساس أم لا، وإذا وجدناها كذلك قامت بشمع الأساس بناء شمع الأساس وبدأت في التبييض جيدا وبدأت في التطور والتحسن، نقوم إن شاء الله إن وجدناها امتلأت إن شاء الله نقوم برفع دور ثاني لها أو العسيلة بعد القيام بوضع الحجز الملكي إن شاء الله. إذن هذه يخص العملية. بسم الله. نقوم بفتح عليها إن شاء الله. هذا بسم الله. إذن الآن هي ما شاء الله، الآن هي ما شاء الله، الآن راهي متطورة إن شاء الله، وراكم تلاحظوا الآن فيما يخص تطور تاعها. قمنا بإضافة هذا الإطار اللي أنتم تلاحظونه، هذا الإطار معنا، هذا الإطار الثاني اللي راكم تلاحظوا فيه إن شاء الله، هذا قمنا بالإضافة تاعو. لاحظوا الآن كيف هو، إذا لاحظوا الآن قامت بالتطور إن شاء الله كامل، فيها ذكور وفيها حضانة، إذا الحضانة تاعها ما شاء الله. إذا هذا فيما يخص التطور نتاع هذه الخلية. إذا هذه الخلية راهي الآن تريد ماذا؟ إما نقوم بوضع لها عسيلة من المقاس نتاع هذه الخلية، معناها تحمل 7 إطارات كما راكم تلاحظوا فيها، أو نقوم بالتوسع ل 10 إطارات إن شاء الله. إحنا الآن على كل حال نتصرفوا معها، إما نقوم بوضع لها العسيلة والآن ما في موسم فيض العسل، لا أريد تقسيمها أو تجيشها ل 10 إطارات، وإنما نريد ماذا؟ نريد رفع لها الإطارات على الدور الثاني، أو نقوم ب جني العسل منها، نقوم بوضع الحجز الملكات ووضع الطابق الثاني. إذا هذا فيما يخص هذه الخالية، تطورت على كل حال، والآن مجيشة ل7 إطارات على كل حال ممتلئة. نقوم بوضع إن شاء الله العسيلة فيها أو دور ثاني هكذا. إذا ما شاء الله، هذا فيما يخص الخلية. اهلا والسلام عليكم. هذا اللي ما يخص الخلية هذه، طلب منكم ما هو الا دعمكم بالاشتراك ودعمكم للقناة، ونحن على كل حال نقدم فيديوهات توضيحية للمبتدئين ولكل من يريد اقتحام مجال النحل ومجال تربية النحل، وهذا ما هو الا فضلا منكم وليس بأمر. أيوة، السلام عليكم.